السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل متابعة التجربة اللي هجنا فيها الفلفل ما بين التباسكو والكينج ناغا. وصلنا الحين مرحلة مهمة وممتعة أيضا، إن بدأ الثمر عندي يوصل اللون الأحمر، فراح أبتدي أقطف من النباتات اللي وصلت المرحلة إلى نضوج الثمر. مثل ما ذكرت إن إحنا راح نواصل سلالة نبتة واحدة، فلما أحصد من كل نبتة ضروري إن أعرف هذه بذور أي نبتة، فراح أحطها في أكياس مرقمة، هذه رقم واحد، وحسب النبتات اللي عندي اللي فيها ثمر أحمر وراح نقطفها. نبتة رقم واحد ما شاء الله هي كانت الأقوى إلى حد الآن، وثمر فيها ثمر كثير أحمر، فراح أقطفها وراح نقطف الباقي، وبعدين راح أتذوق بعض ثمر من رقم واحد ونشوف منها يعني كيف الثمر وكيف الطعم، ونقارن بالتباسكو. فراح أخذ أيضا تباسكو من النبتة الأم وراح أتذوقها بالمقارنة مع هذه، وراح نشوف النتائج مع بعض. فأول شيء راح أسوي راح أخذ الكيس مال رقم واحد وراح أحصد الثمر. طبعا لما ناخذ بذور حق حف أو حق مكاثرة دائما ناخذ من الثمر الأقوى والأكثر نضارة الخالي من الأمراض، على أساس أنه يعطيني هالجينات القوية حق الجيل القادم. هذه لازم نحطها في بالنا، وعادة يكون وقت اللي يكون الإنتاج قوي، فلازم ننتبه حق هالموضوع لما احنا نحصد الثمر. فهذه الثمر اللي عندي من نبتة رقم واحد، سبع ثمرات راح أخليها في الكيس، وراح أحصد باقي النباتات وراح نرجع لها إن شاء الله، وراح نرجع للفيديو، راح نرجع للتذوق والتجربة بالمقارنة مع التباسكو الأصلي. فمثل ما احنا شايفين الحين عندي هذه هو التباسكو الأصلي، وعندي الثمر من رقم واحد، أربعة، ستة، وسبعة. فعندي أربعة، ما كنت متوقع رقم ستة، ولكن عندي أربع نباتات ثمرت وثمرها ناضج. راح نقارن كل واحدة مع التباسكو، فراح أذوق التباسكو أول وبعدين راح أجرب هذه الثمر، وبعدين راح يعني أنت واتر يعني تباسكو رقم واحد، تباسكو رقم أربعة، تباسكو رقم ستة، وهلما جرى. وراح أعطيكم انطباعي مقارنة بالتباسكو مع كل واحدة، ومثل ما ذكرت لكم راح أوثق النتائج من ناحية نمو النبتات والثمر وكل شيء في برنامج في الأكسل أنا صممته، على أساس بس أتابع تطور هذه التجربة، وإن أتابع السلالة اللي استخدمتها في إنتاج الفلفلة اللي راح تكون مميزة فيني أنا. فراح نبتدي راح أبتدي أتذوق الفلفل. عندي هنا إناء ماء بس مجرد على أساس أغسل الثمر عن أي أتربة أو أي غبار. فهذه عندي اللي هو التباسكو، حرورة طبيعية بالنسبة حق التباسكو، فيها بذر، فيها عصارة كثيرة، طبعا ما تكون في مقدمة الفم بكثر ما تكون في وسط والحلق، والحرارة تكون هني. فراح أشرب شوي من الماء بس على أساس أغسل الطعم، لأن الماء ما يعالج حرارة الفلفل، يعالج مجرد الطعم. والحين راح أجرب ثمر رقم واحد، حرارة التباسكو ما زالت موجودة عندي. مثل ما قلت راح أوفر أكبر الثمر حق حفظ البذور، فراح أستخدم واحدة من الصغار بس علشان أحفظ الثمر الكبير حق البذور، ولكن نأخذ انطباع الطعم والحرارة من الثمر الصغير. من ناحية الثمر، من ناحية نزع القطعة هذه اللي تمسك الفلفلة، جدا مشابهة للتباسكو. التباسكو لما تكون ناضجة
تنزع بشكل جدا سلس من القطعة هذه، فهذه فيها شبه. اللون مشابه ولكن أمتن أسمك، حتى لو كثمرة صغيرة أحس أن فيها عصارة أكثر. إيه واضح فيها، لما أعصر عليها شوي أشوف بعض السوائل ترتفع إلى فتحة الفلفلة من فوق محل القطعة هذه، ففيها عصارة عالية. والله يستر يعني، الصراحة متخوف منها لأن فيها من جينات الكينج ناقة، ولكن الله يستر يعني. عصارة جدا عالية، لاحظ فيها نكهة اللي هي من جينات الكينج ناغا، اللي هي طعم شوي يكون في طعم فاكهة أو طعم حلو بعضا ما يعني، بس في البداية وبعدين حرارة على طول. الحرارة أحسها شوي أقل من التباسكو بصراحة، ما عندي حرارة في الفم قليلة وبعدين راحت، أذوني انفتحت. إيه بس توقعتها تكون حارة أكثر من التباسكو، فحرورتها شوي أقل من التباسكو. راح أعيد غسل طعم الثمر وراح ننتقل للي بعده. عندي الحين ثمر رقم 4، نبتة رقم 4، راح أخلي الكبيرة واخذ الصغيرة. نفس الشيء، طرية ولكن ما أشوف فيها نفس نسبة العصارة اللي شفتها في رقم واحد، ممكن تكون في الكبيرة ما أعرف، ولكن هذه الصغيرة ما أشوف فيها. أشوف إن فيها بذور بالرغم من صغرها، أحياناً الثمر الصغير ما يكون فيه بذر. نفس الشيء في البداية نكهة شوي فيها طعم فاكهة، بعدين تختفي النكهة، والحين الحرارة قاعدة تبتدي. الحرارة مو مفاجأة، ما عندي حرارة في الفم، أكثر شيء في الحلق هني، وكأن الحرارة تزيد، راح نشوف، ولكن ما عندي حرارة قوية، فرقم 4 أقل من رقم 1 في الحرارة. في حرارة قاعدة تنبني في الحلق مثل ما قلت في خلف الحلق، ولكن مو بحرارة مفاجئة، ولكن مثل ما ذكرت في البداية في نكهة فاكهة أو نكهة فاكهة عفوا، وهذه من فصيلة التشينينس جاية من الكينج ناغا، فهذه مو من صفات التباسكو. الحرارة تقريبا اختفت بعد بعض الثواني، فهذه رقم 4 كحرارة خفيفة. الحين راح ننتقل إلى رقم 6، راح أخذ هذه. نفس الشيء ما تشوف فيها عصارة كثيرة، البذور واضحة. راح أجرب هذه رقم 6، نفس الشيء في البداية طعم فاكهة ولكن أقوى من رقم 4، جاتني دي دفعة من طعم الفاكهة في الفم. بعد ما اختفت طعم
بعد ما اختفى الطعم حسيت ببعض المرورة، شيء بسيط اعتقد من البذور، شيء بسيط جدا. الحرارة بعد نفس الشيء خفيفة، ولو انها قاعدة تزيد في اسفل اللسان، الحرارة قاعدة شوية تزيد مو بشكل كبير. اقواهم لحد الحين رقم واحد، اقوى واحدة فيهم لحد الحين رقم واحد، ولكن بعد احس التباسكو الاصلي اقوى من رقم واحد، فمن ناحية حرارة ما قاعد احصل النتيجة اللي ابغيها من رقم واحد. رقم ستة حرارتها قليلة، ومثل ما ذكرت النكهة غير مشابهة للتباسكو، أقرب للكينج ناغا مما هي للتباسكو. فتبقى هذه رقم سبعة الأخيرة، مجرد راح أغسل الطعام وراح نتذوقها. والأخيرة اللي هي رقم سبعة راح أتذوقها الحين. اثنينهم صغار ف يعني ما تفرق، ولكن رقم سبعة فيها ثمر أكبر راح مع المستقبل مع الوقت نقطف منها ونشوف. نفس ستة وأربعة ما تشوف فيها عصارة عالية، البذور مبينة، لا فيها عصارة، فيها عصارة لما عصارتها أكثر بينت العصارة، فاحتمال هذه تكون حارة مثل رقم واحد، ولكن راح نشوف ونجرب. فاحتمال هذه تكون حارة مثل رقم واحد، ولكن راح نجربها ونشوف إن شاء الله مع بعض. نفس الشيء، طعم الفاكهة قوي في البداية ولكن يختفي، ولكن الطعم الفاكهة يختفي بسرعة. صار في دفعة حرارة ولكن اختفت. الحرارة أحسها شوي عند اللسان، أسفل اللسان في الحلق أكثر. هل قاعدة تزيد؟ شيء بسيط، شيء بسيط زيادة الحرارة في الحلق. أتوقع يمكن لو الثمر أكبر راح نحصل نكهة أكثر وحرارة أكثر، بالذات مع البقية رقم ستة وسبعة يمكن. ولكن راح نشوف مع الوقت ونجرب البقية. فهذه الثمر اللي جربناه الحين، الدفعة الأولية من الثمر اللي قطفناه من العشر نبتات اللي موجودة الحين وثمرت، فهي أربع نبتات من أصل عشرة. رقم ثلاثة مثل ما ذكرت استثنيناها بسبب التعوق الجيني اللي بينته لكم في الفيديو الماضي، وأيضا راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة. ممكن نرجع ونراجع السلسلة أو الفيديو اللي تكلمنا فيه عن النبتة رقم ثلاثة اللي فيها التعوق الجيني. فرح نواصل نتابع نتائج الفلفل والنمو والتثمير ونتذوق الثمر اللي يطلع من بقية النباتات ونشوف النتائج إن شاء الله، ونختار سلالة واحدة نواصلها ونشوف التطور معها إن شاء الله. فأتمنى استفدتوا من هذا الفيديو، واللي في عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.